أنا أول حاجة أنا من شمال المغرب، هذه الطاقية، هذه الطاقية من منطقتكم، من منطقة الريف، من شمال المغرب، من الريف. هذه جبتها أنا، أقسم بالله العظيم طلعت في حوالي 5-6 قنوات. هذه فاء الخير، والله العظيم فاء الخير. تعرف ليش؟ أنا ممكن يربح المونديال جات يا ليال مع هالطاقية. أخذت بطولتين، هذه بطولة المغرب اثنين، بطولتين، وشاركت مع 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 الفريق المحلي. المهم بالنسبة للفريق المغربي، أول شيء أشكر دوحة الخير، دوحة العرب اللي الحمد لله لمعت شمل العرب، ونشكر الجمهور المغربي اللي حج بكثافة لهذه الأرض المباركة وبهذه الترحاب وهذه الأجواء ما شاء الله. لأن صراحة الجمهور المغربي ما نقولكش أنقذ المونديال، بس أعطى صورة حضارية حلوة كتير 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 على العرب كلهم. وأنا صورت، أنا يوتيوبر فلوجر، صورت كل الجنسيات، أقسم بالله كل الجنسيات العربية كانت حاضرة، من المحيط إلى الخليج. تحية لكم كلكم، نحبكم، والحمد لله من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، والخليج كله عرب، نحبكم كثير. وإن شاء الله الفرحة 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 تدوم، والروح ماتش شباب. نكونوا عن عقلية الفائز، عقلية الرابح إن شاء الله، ما في مستحيل، واحد واحد إن شاء الله. شكرا.